كثيرة هي قصص من خرجوا فارين من الحرب المستعيرة داخل سوريا. وبعيدا عن الحلول السياسية التي تبحث في قاعات الاجتماعات، يبقى اللجوء إلى دولة أخرى مرارته حتى لو توفرت كل السبل. انقصف بيتنا وطلعنا صارنا 5 شهور بالأجار، وبعدين رد على المنطقة اللي نحن فيها، طلعنا انقصف كمان، طلعنا اضطرينا نطلع من البلد لأن ما ظلينا. الطفل أحمد نزح إلى هنا هو وعائلته هربا من نار درعا. الصراع أضاف إلى سنوات عمره 12 سنوات عديدة، ووعيا انغمس بروايات القتل والدمار وهجر العائلة والمنزل. احنا في دار جدي راحوا على لبنان واحنا هون ظلينا، يعني ده نصبر ان شاء الله تنحل الشلة ان شاء الله. الإمارات والأردن شاركتا في إيواء جزء من اللاجئين السوريين في هذا المخيم، والذي يستوعب في مرحلته الأولى ما يزيد عن 5000 لاجئ سوري. ما نراه اليوم هو مثل يعني نفتخر فيه إحنا، وأيضا الأردن من ناحية الردى والاستجابة للأوضاع الصعبة لإخواننا وأخواتنا السوريين. تحملنا وصار في الإمكان الآن بجهود الإخوة والأشقاء إنه نفكر بمستوى أعلى من الخدمات التي يمكن أن تقدم. طبعا يعني موضوع إغلاق الحدود أنا بعتقد إنه الأردن هذا أبعد ما بيكون عن باله. ففي هذا المخيم الجديد المقام على أراضي محافظة الزرقاء شرقي الأردن، يوجد حاليا ما يزيد عن 2900 لاجئ سوري، معظمهم من النساء والأطفال. ما بين محاولات البحث عن مخرج سياسي للأزمة السورية وما بين وطن لا يزال ينزف، يقتات هؤلاء على الأمل بعودة آمنة إلى الوطن الجريح، وإن توفرت لهم سبل الحياة الكريمة في الدول المضيفة. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، من المخيم الأردني الإماراتي محافظة الزرقاء.